طبعا ما نقدر انه نجيب مولده نشغل مولده طبعا لانه الوضع ما يسمح، فاستبدلنا كل الطاقه الكهربائيه بطاقه شمسيه، هي عباره عن لوح شمسي، طاقه شمسيه مع بطاريه 100 امبير. فالحاله هذه احنا بنشغل شاشه، بنشغل شاحن، بنشغل البطاريه، يعني بنقضي حاجاتنا اللي كنا نقضيها على الكهرباء. طبعا احنا اذا نشغل مولده، مولده تكلفتها كبيره، اول وحده، ثاني وحده صار في بديل، والبديل هو الطاقه الشمسيه، الطاقه الكهربائيه. ويقضي جميع الحوائج من اناره لشاشه، تلفزيون، ما شابه ذلك، شاحن تليفون، ام بي 3، يقضي جميع الحوائج هذه.